تخيل يا صديقي لو عندك المقدرة انك تزرع الوهم في عقول كل الناس اللي حواليك وتستخدمهم لمصالحك الشخصية، بس عايزك تركز قوي في الملخص لان في مفاجآت كتير وهبهرك. لا بجد هفاجئك. وحكايتنا بتبدأ مع اتنين بيوصلوا لسوبر ماركت، واحد اسمه فينست وابنه ايان، وبيدخل فينست بيسرق من السوبر ماركت كام ازازة كحولية، وبيبص لابنه ايان اللي بيقدر يزرع ويوهم صاحبة المحل ان ابوه فينست معهوش اي حاجة، ولكن لما بيخرج ابوه من السوبر ماركت ايان عقله بتشتت مع حبة بنات، فصاحبة المحل تاخد بالها ان اتسرق منها ازاز كحولية، فتاخد شاكوش وتخرج تلحقهم، وخلاص هتمسك ابوه فيطلع ايان مسدس ويضربها بالنار. تفتكر ماتت يا صديقي ولا الهوى؟ لان ايان وهمها انه ضربها بالنار عشان يقدروا يهربوا منها، فيجي الشرطي فتقوله انها تعرضت لضرب النار، فالشرطي يقول لها مفيش اي حاجة فيكي، فتستغرب وتقوله انها اتسرقت، فيطردهم الشرطي ويحاول يلحقهم. ساعتها ايان يستخدم قدراته في زرع الوهم ويزرع الوهم في عقل الشرطي ويخليه يشوف ان في برق ورعد والتلج حواليه من كل حتة، لحد ما عربية الشرطي اتقلبت. تفتكر ده حصل؟ لا، او انت في شنطة يا صاحبي. ايان زرع الوهم في عقل الشرطي اللي خرج من العربية واتصدم لما لقاها سليمة، وكمان ولا في برق ولا تلج. بعدها بنشوف واحدة اسمها ليفين وهي بتشوف كاميرات المراقبة، وبتعرف مديرها انها لقت الشاب ايان اخيرا وانها تاخد فرقة مسلحة وهتروح تجيبه. وتاني يوم فينست بيحتفل مع ابنه ايان بعيد ميلاده 18، فيقول له ايان انه هيروح يجيب حبة حاجات عشان يحتفلوا مع بعض. وبعد شوية بتوصل ليفين مع فرقة مسلحة للمركب اللي عايش فيها فينست وايان، ولما يقلبوها ويدوروا جواها بيلاقوا فينست، وبنعرف ان ليفين وفينست يعرفوا بعض من زمان، وبتقول له ليفين انها جاية عشان تاخد ايان معاها للوكالة، وبتعرفوا ان كل المدركين ماتوا ومش فاضل غير واحد بس وبتحاول تقبض عليه. وقتها بيجي واحد من فرقتها وبيعرفها انهم عرفوا مكان ايان، فيتحركوا بسرعة لمكانه، وهناك بنشوف ان المدرك اللي كانت ليفين بتتكلم عنه كان بيدور هو كمان على ايان، ولكن بياخد باله من واحد من رجالة الوكالة فيتخانق معاه ويضربه، وساعتها يشوفه واحد تاني من رجالة ليفين فيضرب عليه النار، ولكن مفيش ولا طلقة بتيجي فيه. والمفاجأة لما بنشوف المدرك اصلا واقف ورا اللي بيضرب وزرع الوهم في عقله عشان يوهمه انه بيهرب منهم، ومين بياخد باله؟ ايان. بيشوفه وبيستغرب ان في حد زيه، ولكن واحد من رجالة الوكالة لبسه غوزة على راسه عشان يمنع قدراته، وتيجي واحدة وواحد يطلبوا من ايان انه يتحرك معهم بسرعة قبل ما المدرك يشيل الغوزة وترجع قدراته من تاني، وبيركبوا عربية بسرعة ويهربوا. ساعتها المدرك ضرب الراجل اللي حط له الغوزة ويطاردهم، ويزرع الوهم لسواق عربية ان في واحدة بتعدي بابنها الشارع فيترعب ويتفاداها ويقفل الطريق قدامهم. وقتها سواق العربية اللي بيهربوا فيها ايان يقول لهم ان المدرك قفل الطريق عليهم، فتأمره ليفين انه يكمل لان ده وهم مش حقيقة، وفعلا بيطلع كلامها صح ومفيش اي حادثة حصلت في الطريق، وان المدرك حاول يوهم السواق عشان يوقفهم. بعدها بيوصلوا للوكالة وليفين تبدأ تتكلم معاه وتشرح له ان العالم كله بيتغير للأسوأ بسبب ان المدركين بيزرعوا الوهم في عقول رؤساء الدول عشان يخلوهم ينفذوا كل رغباتهم ومصالحهم الشخصية، وبتعرفوا ان الوكالة اللي هي شغالة فيها اتعملت عشان تحارب المدركين وتقضي عليهم تماما، وبكده يرجع رؤساء الدول ياخدوا قرارات الانسب للبلاد وانها عايزة تاخد التركيبة من دمه عشان تصنع جنود تقدر تحارب بيها المدركين. وبتعرفوا ان المدرك اللي كان بيطارده عنده القدرة انه يزرع الوهم في عقل الشخص ويفضل عايش معاه طول الوقت على انه حقيقة حتى لو المدرك مات. وبتعرف ايان ان قدراته في زرع الوهم في عقول البشر ممكن تزيد قوتها، وده في حالة لو غضب او حزن، وعشان تأكد كلامها تبدأ تستفزه وتقوله ان طول حياته بيتنقل مع ابوه من بلد لبلد، وانه ما عندهوش ولا اصدقاء ولا حتى ام، وانه لو عايز يعرف حقيقته يدخل جوه عقل ابوه فينس ويشوف ذكرياته كلها، وساعتها هيعرف مين هي والدته. فيغضب ايان من كلامها وبيقرر يدخل جوه عقل والده، وبيكتشف انه كان شغال في الوكالة مع ليفين، وانه هو صغير خطفه من الوكالة وهرب بيه. واتصدم ايان لما عرف ان فينست مش ابوه، وبيتفاجئ اكتر لما ليفين تقوله انه امه لسه عايشة. وبالليل بتحكي ليفين اللي حصل لمديرها، وبتقوله ان ايان قدراته بتتطور بسرعة رهيبة، فيسألها مديرها لقيت التركيبة في دمه، فتقوله ان ملهاش اي اثر في جسمه، وبتعرفه ان ممكن ايان يكون اتولد بيها وورثها من امه، فيقول لها مستحيل، العالم كوميانيسكي مخترع التركيبة اتأكد ان كل اللي اخدوا التركيبة هيكونوا عقم ومش هيقدروا يخلفوا، وبيقول لها بدل ما لقيتش التركيبة خلاص اقتليه، لانه لو وصل لكامل قوته ووصل للقدرة التالتة هيقضي علينا كلنا. فتعترض ليفين وتقوله ان هو الوحيد اللي يقدر يقف قدام الهجين. هتقولي مين الهجين يا بهريزو؟ هقولك قدامها نعرف في الفيلم. وتاني يوم بتروح إستر لإيان وبتحذره إنه هو لازم يهرب لإما هيحولوه في الوكالة لفار تجارب، وبتقدر تقنعه إنه يهرب، ولكن أمن الوكالة بيشوفوهم ويحاولوا يمنعوهم، ولكن إستر تفاجئ إيان وبتدخل تضرب فيهم كلهم. ولما
ولما تخلص إيان بيكون معجب بيها ومش مصدق إنها قدرت تخلص عليهم لوحدها. وقتها بيوصل عالم شغال في الوكالة وبيدور على إيان هو كمان، ولما يعرف إن إيان بيهرب من الوكالة وفي جنود مسلحة هتطرده فجأة بيتحول وفضل يقتل فيهم لحد مخلص عليهم كلهم. وهنا بنعرف إن هو المدرك اللي كان بيطارد إيان وزرع الوهم في عقولهم عشان يقدر يدخل الوكالة وياخد إيان. أما فينست وإيان كانوا بيهربوا في الوقت ده من الوكالة، وإيان زرع الوهم في عقول الحراس عشان يضربوا النار في اتجاه بعيد عنهم. وفجأة كوتشات العربية اتفرقع ولكن يكملوا هروبهم بيها، وبعد شوية تتقلب العربية بيهم. وقتها المدرك كان بيدور عليهم، ولما شاف آثار كوتشات العربية بتاعتهم انتهت من على الطريق بينزل ويدور عليهم، ولكن ما يلاقيش أي حاجة لأن إيان كان زارع الوهم في عقله وإنهم مش موجودين في المكان. وساعتها بيمشي المدرك ويروح يدور عليهم. بعدها إيان بيحاول يقرب من إستر ويسألها ليه هي بتساعده، فتقول له كنت لازم أساعدك لإما كنت هتموت. فيعجب بها إيان وبدأوا يتقربوا من بعض، ويقول لها إيان إنه هو عايز يعرف حقيقته وكمان عايز يعرف مكان أمه، فتقول له ادخل جوه عقل فينست وهتعرف كل حاجة عايز تعرفها. فيعمل كده وبيدخل جوه عقله تاني وبيشوف فينست بيتكلم مع ليفين وبيقدر يقرأ عنوان مقر الوكالة القديم. وقتها بتشتت إيان وبيسمع صوت برة، ولما يبص بيعرف إن المدرك عرف مكانهم، فيخبي إستر في الحمام وبسرعة يقف في ركن الأوضة وبيستخدم قدراته في الوهم. ولما بيدخل المدرك بيلاقي الأوضة كلها بتتجدد ومفيش حد فيها، فيروح يشيل الغطا عن المراية وساعتها بيشوف انعكاس إيان وبيعرف إنه موجود. وبيقول لإيان إن الوهم مش بينعكس على المراية ولا على كاميرات المراقبة، وبيحاول يتكلم معاه ولكن إيان ميديلهوش فرصة، ويفضل يتنقل في الأوضة بين الوهم والحقيقة لحد ما المدرك يمسكه ويدخل جوه عقله ويعرف العنوان اللي أخده إيان من ذاكرة فينست، وبعدها بيسيبه ويمشي. ولما يفوق إيان بيتعصب على فينست لأنه طول عمره كان فاكره أبوه، وكمان ما قالهوش إن أمه لسه عايشة، وساعتها بيقوله إنه هيكمل لوحده وهيلاقي أمه ومش محتاج مساعدته. وبياخد إيان إستر وبيروح عنوان مقر الوكالة القديم، وهناك بيفضل إيان يدور على أي معلومات توصله لأمه. ولما بيدخل الأوضة اللي كانت أمه محبوسة فيها معاه وهو صغير بيلاقي مكان سري في مذكراتها، والمفاجأة لما بيعرف منها إن أمه بنت كوميانسكي مخترع التركيبة، وبكده بيطلع إيان هو حفيده وإن كوميانسكي مخلاش بنته عقيمة عشان كده اتولد بالتركيبة وبقى عنده قدرة لخلق الأوهام. وبيعرف إستر إنه فاكر أمه لما كانت بتغني له وهو صغير، وبتستغرب إستر لأن مفيش حد عنده قدرة يفتكر ذكرياته وهو عنده سنة. وقتها وعلى الجانب التاني بنشوف ليفين وهي بتقنع فينست إنه ينضم لفريقها، وبتعرفه إن إيان في خطر والمدرك هيقدر يوصله، فساعتها فينست يقلق على إيان ويقرر يساعدها. وبنرجع لإيان وبيتفاجئ إن المدرك وصله، فيحاول يزرع الوهم في عقله ويعمل كذا نسخة منه عشان المدرك ميقدرش يمسكه، ولكن على مين المدرك بيمسكه ويعرفه إن هو عنده نفس المقدرة ومش صعب عليه يحدد مكانه، ويقوله إن هو لو عايز يقتله كان قتله من زمان. فيهدأ إيان وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيحكيله كل الحقيقة، وإن القصة بدأت من الخمسينات لما كوميانسكي اخترع التركيبة بعد الحرب العالمية التانية وجربها عليا أنا وأمك وكمان كم واحد متطوع، والهدف من التجربة إن الوكالة كانوا بيستخدمونا كجنود في الحرب الباردة، ولما خلصت الحرب الوكالة قررت تتخلص منا عشان كنا مشكلين خطر عليهم، وبدأوا يصطادوا فينا ويقتلونا واحد واحد. وقتها ظهر الهجين وكان أقوى وأذكى واحد فينا، وهو الوحيد اللي قدر يوصل للقدرة التالتة واللي بتسمح له إنه يسيطر على إرادة أي شخص ويجبره يعمل أي حاجة حتى لو قتل نفسه. ولما حاولت الوكالة تتخلص منه قدر هو يخلص على رجالتهم بكل سهولة ويختفي، وبيعرفوا إنه اتجوز أمه وعاشوا مع بعض فترة كبيرة لحد ما جه اليوم وعرفوا إنها حامل فيه. وقتها عرفت الوكالة إن كوميانسكي هو اللي عمل كده، هتخلصوا منه وموتوه وفضلوا يعملوا تجارب على أمك وعليك. وقتها بيوصل رجالة الوكالة لمكانهم فيطلب المدرك من إستر إنها تاخد إيان لأسبانيا ويعرفوا إن أمه هناك وهو هيحاول يعطلهم وهيلحقهم بعد كده. وفعلا بيتحرك إيان وإستر من المكان والمدرك يواجه رجالة الوكالة ويقتل فيهم واحد واحد، وكان بيستخدم قدرته في الوهم عشان يرعبهم ويخلص عليهم بسهولة، ولكن عددهم كان كتير وقدروا يمسكوه في الآخر ويلبسوه قناع عشان ميستخدمش قدراته على زرع الوهم. أما إستر وإيان وهما بيهربوا بيقابلوا في طريقهم مجموعة من رجالة الوكالة، وكالعادة يفضل إيان يتفرج على إستر وهي بتخلص عليهم كلهم بكل سهولة، وفي الآخر قدروا يهربوا منهم بصعوبة. وفي الوكالة بيكون حابسين المدرك وليفين بتحاول تاخد التركيبة من دمه، ولكن بيعرفوها إن أثار التركيبة اختفت من جسمه بسبب مرور وقت طويل جدا عليها. ساعتها بيطلب المدرك منهم مية عشان يشرب، فيفتحوا له فتحة صغيرة في القناع عشان يشرب منها المية،
وما يعرفوش إنها كافية جدا عشان يقدر يسيطر على الراجل اللي بيتحكم في الآلي ويضرب عليهم النار كلهم ويعمل مجزرة في المكان. والمفاجأة لما نعرف إن المدرك والد إيان هو نفسه الهجين اللي خلص على رجالة الوكالة من زمان واختفى وبيقدر يفك نفسه بكل سهولة ويهرب من الوكالة. وقتها إيان وإستر وصلوا للبيت الموجود في أسبانيا، وهناك شاف أمه، ولكن حالتها بتكون سيئة ومش في وعيها بسبب التجارب اللي عملوها عليها. وساعتها بيوصل المدرك ليهم ويعرف إيان إن الوكالة حاولت تعرف سر التركيبة منها لحد ما وصلت للحالة دي، وإنه قدر ينقذها ويهربها من الوكالة. فيقرر إيان إنه يدخل في عقلها عشان يتواصل معها ويعرفها إنه ابنها، وفعلا بيقابلها في عقلها ويتكلم معها. فيدخل المدرك هو كمان لعقلها ويحكي له ان امه عرفت ان الوكالة هتصنع جنود من التركيبة، فقررت انها تدمر كل ابحاث والدها كومينسكي وشفرت التركيبة جوه دماغه وعملت حماية على عقله عشان محدش يقدر يوصل للتركيبة غيره، وبيطلب منه يديله التركيبة. ولكن ايان يعرفه ان لو امه كانت عايزة تديله تركيبة كان قدر يوصلها من زمان. فيغضب المدرك ويحاول يقتحم غلاف الحماية، ولكن امه تمنعه وتفضل تقاوم لحد ما تموت. وايان يزعل لانه ملحقش يقعد معاها. وقتها بيوصل مجموعات مسلحة من الوكالة ويحاصروهم، فيغضب إيان وبيقدر يستغل مشاعر الغضب ويوصل للقدرة الثالثة ويتحكم في رجالة الوكالة، وقرر الانتقام منهم وخلى كل واحد فيهم يضرب التاني بالنار وهو مسيطر على أجسامهم، ومشي ما بينهم بكل ثقة وهم قاعدين يخلصوا على بعض ومش قادرين يتحكموا في أجسامهم، لحد ما بتوصل ليفن ويشوفها إيان ويقرر إنه يخلص عليها لأنها هي اللي أذت أمه وعملت عليها تجارب. فتحاول ليفن تقاومه وتقوله إن المدرك هو اللي خطف والدته من زمان وأكيد هو اللي عمل فيها كده مش هما، ولكن إيان مهتمش بكلامها وخلاص هيقتلها. بيوصل فينست ويمنع إيان إنه يقتلها ويعرفه إنها بتقول الحقيقة وإن المدرك هو السبب في كل اللي بيحصل ليه لأنه عايز يوصل للتركيبة ويصنع جنود بالآلاف يسيطر بيها على العالم. وقبل ما يكمل كلامه المدرك بيتحكم فيه ويخليه يمسك المسدس ويقتل نفسه. فيتصدم إيان من اللي حصل ويسيب كل الجنود وليفن ويجري على فينست يطمن عليه، فيخطف المدرك إستر ويهرب بسرعة من المكان. وقتها فينست بيطلب من إيان يدخل لعقله للمرة الأخيرة قبل ما يموت، وتحديدا لما أمه طلبت من فينست إنه ياخد ابنها ويهرب لأنها عرفت إن المدرك هيهجم على الوكالة وهيخطف ابنها. وهنا بيعرف إيان إن فينست عمل كل ده عشان والدته هي اللي طلبت منه، وإنه عاش طوال حياته هربان بيه عشان يقدر يحميه من المدرك. وساعتها بيتأثر إيان ويطلب منه إنه يسامحه، فيقول له فينست إنه مش ندمان على ده لأنه بيعتبره ابنه من زمان وبيموت. فيغضب إيان ويقرر يلحق المدرك عشان ينتقم منه، وبيلاقيه بين الناس فيسيطر إيان عليهم كلهم عشان يبعدهم عن طريقه، ولكن المدرك يسيطر هو كمان عليهم عشان يقوموا ويحاولوا يقتلوا إيان. فيدافع عن نفسه ويفضل يضرب واحد ورا واحد لحد ما إيان بيقدر يخلص عليهم كلهم، ولكن يفضل آخر واحد منهم ما كانش إيان قادر عليه وخلاص هيقتله. بتوصل ليفن وتقتله، وساعتها إيان بيقوم ويقرب من المدرك فيهدده إنه هيقتل إستر لو قرب خطوة واحدة منه. فيطلب منه إيان إنه يسيبها، فتستغرب ليفن وتقوله يسيب مين، وهوبا هنا المفاجأة لما تعرفوا ليفن إن المدرك مش ماسك أي حد وإن زرع الوهم في دماغه وخلاه يشوف شخصية إستر طول الفيلم عشان يتعلق بيها ويحركه زي ما هو عايز. فيتصدم إيان من اللي بيسمعه وبدأ يسترجع كل الأحداث والمشاهد مع إستر، وبيكتشف إن هو اللي كان بيعمل كل حاجة مش هي لأنها أصلا كانت وهم ومش موجودة. حتى لما كانت إستر بتضرب رجالة الوكالة كان هو اللي بيضربهم، عشان كده دايما لما كانت إستر بتتخانق معهم كان هو بيقعد يتفرج عليها ومش بيدخل يساعدها. فيغضب إيان إن والده الحقيقي خدعه وخلاه يحب واحدة ملهاش وجود عشان يوصل للتركيبة، فيغضب ويضربه بالنار، وطبعا الرصاصة تعدي من جسم إستر الوهمي وتيجي فيه ويموت. وساعتها بيتأكد إيان إن إستر مجرد وهم اتزرع في دماغه. وتاني يوم بيدفن إيان فينست وأمه في المقابر وبيكون جنبه ليفن وتقوله إن الوكالة محتاجة يشتغل معاها، ولكن إيان يرفض ويقولها إن هو مش مستعد دلوقت بس ممكن قريب يشتغل معاهم، وبيجبرها بالقدرة التالتة إنها تكتب رقم تليفونها ويعرفها إنه هيبقى يتواصل معاها، وبيسيبها ويروح يركب مع إستر العربية. هتقولي يا بهاريزو هي إستر إزاي موجودة مع إن المدرك مات؟ تعال أقولك يا صديقي، فاكر لما ليفن قالت لإيان في أول الفيلم إن المدرك قادر إنه يزرع الوهم ومشاهد في دماغ الشخص وإنها هتفضل عايشة معاه للأبد حتى لو المدرك مات؟ ونرجع لإيان وإستر ولسه هيتحركوا بالعربية، بيشوف في مراية العربية إن ليفن بتتكلم مع حد مش ظاهر في المراية، وبيكون الشخص ده هو مديرها، وبيسألها لو إيان موافقش يشتغل معهم هتعمل إيه؟ تقوله إنها تبقى مضطرة تخلص عليه وتقتله. وبما ان مديرها مش ظاهر لإيان في المراية فبيعرف انها شخصية وهمية والمدرك زارعها في عقل ليفن عشان يسيطر عليها. هتقولي طب إيان عارف ازاي انها شخصية وهمية؟ تعال اقولك، لو تفتكر لما المدرك دخل يدور على إيان في الأوضة وشال الغطا من على المراية وشافه
قال له ساعتها ان الوهم بتاعهم مش بيتعكس على المرايات ولا الكاميرات المراقبة، وبكده عرف ايان انها شخصية وهمية. ساعتها بيبص ايان على ليفين وبدأ يستخدم قدراته. وبيخلص الفيلم. ياريت بقى لو عجبك الملخص ادعمني باللايك الجميل واشترك في القناة لان فايتك كتير يا صديقي. بهريز الافلام، سلام يا برو.